achats par exemple, été rimé le 2 mars. سلع منتهية الصلاحية، ورشات تمارس نشاطات بطرق سرية، ومحلات تجارية أخرى لا تحترم شروط النظافة. ذلك ما عاينته مصالح الأمن رفقة أعوان مصالح التجارة بالعاصمة خلال خرجة ميدانية تحسيسية. لجان التفتيش مست بعض محلات الجملة والتجزئة وأسواق يومية. تأتي هذه الخارجات الميدانية المشتركة مع المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر رفقة الفاعلين من السلطات المحلية ومديرية التجارة من أجل الوقوف على حماية المستهلك ومكافحة مختلف أشكال المخالفات المرتكبة من قبل التجار في حقهم. مفتشو المصالح التجارية واجهوا التجار بجملة من المخالفات المرتكبة في نشاطهم التجاري. لاحظنا اليوم انه هذه الورشة التوظيف تنعدم فيها شروط النظافة والنظافة الصحية، انعدام شروط الحفظ، مواد غذائية غير موسومة، مواد غذائية يعني توابل منتهية الصلاحية، يقوم برحيها وتوظيفها في أكياس يعني تنعدم فيها الوسم ولا حتى يعني مكان رحيها أو تاريخ إنتاجها. هي إذن خرجات تفتيشية هدفها تحسيس التجار المخالفين بضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تضبط نشاطاتهم اليومية.